يوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله ستكون مختلفة عن باقي الحلقات، أردت من خلالها يعني أن أحييكم وأعتذر لكم عن تأخري في تنزيل الحلقات بسبب مشكل بسيط موجود بالحاسوب. بعد تعديلي إن شاء الله سوف أنزل الحلقات، وأردت أيضا أن أحييكم وأبارك لكم رمضان، رمضانكم مبارك كريم، أدخله عليكم جميعا بالصحة والعافية والأجر العظيم. وأردت أيضا أن أخذ يعني رأيكم واقتراحاتكم بخصوص إكسسوارات الكروشي وأيضا مربعات الكروشي من أجل يعني صنع مفارش أو وسائد أو أشياء أخرى كثيرة. ففي القناة صراحة هذه الأشياء فيها تفاعلات قليلة، ففي قناتي صراحة أكثر المشاريع التي تلقى تفاعل هي صدور الكروشي أو فساتين الكروشي خاصة، لكن المشاريع الصغيرة مثل المربعات أو الإكسسوارات يعني فيها تفاعل صغير جدا، وهذا يجعلني يعني لا يشجعني كثيرا بأن أستمر في تنزيل المربعات. ربما إن شاء الله بعد تنزيل العديد من الحلقات الخاصة بهذه النوعية من المشاريع ربما ستلقى تفاعلات ومشاهدات أكثر، وسألقى أنا أيضا تشجيع منكم. ولكن أنا على كل حال أريد أن أخذ رأيكم، هل أنتم مهتمون يعني بأن أنزل لكم مثل هذه المشاريع الخاصة يعني الخاصة بإكسسوارات المطبخ وأيضا يعني مربعات الكروشيه الخاصة بالمفارش؟ هناك هذه فقط يعني مثال، هذا مثال. أنا في هذه الأيام أجمع يعني أصنع يعني مربعات وإكسسوارات صغيرة من بقايا الخيوط، وهذه هي الميزة صراحة. فهناك نوع أنواع كثيرة جدا ومتميزة جدا، يعني فقط مربعات الكروشيه هناك العديد من الغرز الجميلة وسهلة جدا. فأنا أريد أن أخذ رأيكم من خلال هذه الحلقة، فإن أعجبكم الأمر وإن كنتم مهتمين المرجو ترك تعليقات لي واقتراحاتكم، يعني أي واحد عنده اقتراح آخر، أي واحد يريد مشاريع أخرى أو أشياء أخرى اتركوها لي في التعليق. إن شاء الله أنا سوف أقرأ جميع تعليقاتكم، أيضا هناك تعليقات أخرى سابقة، وسوف يعني أدرس الأمر وأحاول أن أنزل لكم المشاريع حسب رغبتكم أيضا، خاصة أنتم من متابعية، فأكيد سوف يعني أنزل الأشياء التي تحبونها قليل بقليل. هناك أشياء أخرى كثيرة وتعليقات أخرى، دائما أنا لا أنسى هذه التعليق، ضروري أن أنزل أشياء كثيرة، وأيضا لأنني أنا مرات كثيرة أحاول دائما أو أحب أن أبتكر وأنزل لكم أشياء حسب الأشياء التي أبتكرها، لأن هذا صراحة ما يشجعني في الكروشي، أن يطرح لي المجال في الابتكار والمجال في يعني في اختراع أشياء جديدة. ولكن على أي حال أنا أريد أن أخذ رأيكم في هذه المشاريع الصغيرة، إن كنتم مهتمين يعني أنا ابتداء يعني من الأيام المقبلة إن شاء الله سوف أحاول أن أنزل لكم طرق أو أشياء كثيرة جدا، يعني
خاصة بهذه المربعات أو الدوائر، أيضا الدوائر بالكروشيه أيضا فيها أشياء كثيرة عجيبة. فصراحة الكروشيه عالم يعني لا حدود له. فهذا ما أردته من خلال هذه الحلقة. المرجو أن تتركوا لي اقتراحاتكم في التعليق، وأي شيء تريدونه اتركوه لي في التعليق. إن شاء الله سأدرس كل التعليق وأحاول أن أنزل يعني المشاريع حسب رغبتكم أيضا. فرمضانكم مبارك كريم مرة أخرى، وأترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى من حلقات فاطمة أو كروشي فاطمة أو فاطمة كروشي. ألقاكم بخير ونعمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.